أحرز الجيش الوطني اليوم تقدما كبيرا في مختلف جبهات القتال في مدينة تعز، حيث تمكن من تحرير عدد من المناطق بجبل الحبشي غربي المدينة ليقترب من قطع طريق تعز الحديدة التي تستخدمه الميليشيا الحوثية في نقل الإمداد لتموين معركتها ضد المدنيين بتعز. كما حقق الجيش الوطني تقدما على صعيد الجبهة الشمالية المتمثلة بتحرير حي الشجرة شمال المدينة ومناطق مجاورة لجبل الوعش الذي أصبح تحت السيطرة النارية لأبطال الجيش. وأطلق اللواء 22 ميكا في الجبهة الشرقية المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي بدأها في 25 من شهر ديسمبر الماضي. وقال أركان حرب القطاع الثاني في اللواء 22 ميكا العقيد أحمد محمود إن الجيش أنجز خلال المرحلة الأولى الكثير من التقدم في المنطقة الشرقية وحرر العديد من المناطق تساوي مساحتها بطول 9 كيلو وعرض 4 كيلو. وأشار إلى أن الميليشيا تكبدت خلال 10 الأيام الماضية من العملية خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها وعتادها العسكري. ومزيدا حول هذا الموضوع ينضم إلي المتحدث باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر. أهلا وسهلا بك. اليوم 11 من انطلاق العملية العسكرية لفك الحصار في تعز واستكمال التحرير، ما الذي أنجزه الجيش الوطني حتى الآن في معاركه بمختلف الأصعدة؟ الجيش الوطني تقدم تقدمات كبيرة وأحرز نجاحات وانتصارات غير عادية على مختلف القطاعات سواء في محيط المدينة أو في جبهات الأرياف في تعز. اليوم الجيش الوطني يحرر مديرية جبل حبشي بالكامل ويتقدم باتجاه الرمادة الخط غربا ويصبح الخط الواصل بين تعز والحديدة الخط الرئيسي تحت مرمى نيراننا، وإن شاء الله خلال الساعات والأيام نصل إلى هذا الخط ويفك الحصار من المنطقة الغربية. اليوم قواتنا في مقبنة تخوض معارك ضارية في عزلة القحيفة وعزلة اليمن وغيرها للتقرب أكثر من منطقة البرح والالتحام بالقوات المتقدمة على الساحل في معسكر خالد لفتح المنفذ البحري ولمحافظة تعز وكسر الحصار عن المحافظة. اليوم قواتنا بالاتجاه الشمالي تسيطر على حي الكهرباء وحي الشجرة وعلى تلة محمود دائل وتسيطر على عماير مهمة ومحيط جبل الوعش الذي إن شاء الله يستكمل تحريره يشرف على 50 و60، وبالسيطرة على 60 يكون قد كسر الحصار عن مدينة تعز من ناحية الشمال وقطع خط إمداد الميليشيات الحوثية الرئيس والذي يربط الميليشيات بمحافظات شمال الشمال. اليوم قواتنا بالاتجاه الجنوبي تصل إلى دمنة خدير وتصل إلى وتحرر مديرية الصيل جنوبا بالكامل التي تحدها خدير وتحدها حيفان وتطل على الخط الدولي الرابط بين تعز والمحافظات الجنوبية. نعم. بالنسبة للجبهة الشرقية سيد تسيطر على عبدالباسط تسيطر على قلعة اللازم التاريخية. جميل. بالنسبة للجبهة الشرقية، يعني هناك من يتساءل عن الوقت الذي قد يستغرقه الجيش الوطني لتحرير تبت السلال والجعشة والمقرمي وأيضا مثل هذه المواقع وغيرها. أخي الكريم، هذه المواقع تم الالتفاف عليها تماما، تقدمت القوات بمسافة تزيد على مساحة مديرية بالكامل. اليوم تم الاتفاق على هذه السلال ووصلنا إلى الكريفات التي هي بعد السلال وبعد القعشة وبعد المقرمي، وصلنا إلى قلعة اللوزم التاريخية التي تشرف على نقيل الإبل على الخط الواصل مع دمنة خدير وإلى عدن. هذه يعني جبال في زلف جدار وتلال كبيرة تم تقدم إليها وتم تأمينها وتثبيت القوات عليها، وبالتالي سيتم التعامل مع هذه الجيوب المتبقية في السلال والقعشة والمقرمي وسيتم تطهيرها، ومسألة تطهيرها مسألة وقت لا أكثر ولا أقل لأنها أصبحت تحت مرمى نيران الجيش يعني الوطني. قد تحرر خلال الأيام القادمة. نعم أكيد 100% أن الأيام القادمة ستشهد تحرير هذه المناطق والسيطرة على ضاحية الحوبان بالكامل. الجيش الوطني أعلن ضاحية الحوبان منطقة عسكرية، وبالتالي سيتم التعامل مع هذه التلال كأهداف عسكرية وسيتم تحريرها إن شاء الله خلال الأيام القادمة. نعم. ماذا عن المناطق الاستراتيجية مثل الصلب
أو اللصب والزوم والكريفات. يعني الكثير يشكر الجيش الوطني على الاهتمام بهذه المناطق وجهود الجيش بشكل عام لأجل تحرير مدينة تعزة، ولكن ما مدى أهمية هذه المناطق استراتيجيا؟ قلت لك سابقا هذه المناطق يعني تصل الى العدنه الى الليجم التي هي مشرفه على حديقه التعاون بالحوبان. هذه المناطق تقع في المثلث بين الخط الذي يصل من صنعاء باتجاه عدن والخط الذي يصل من صنعاء باتجاه تعز. هذا المثلث بالضبط الان المعارك فيه، وتم تطهير اجزاء واسعه من ضمنها الكريفات وقلعه اللوزم التاريخيه، وان شاء الله يجري تمشيط العدنه واشعب، وبالتالي يكون قد تم تأمين هذه المناطق بالكامل، وتصبح بقية التلال هي جيوب داخلية سيتم التعامل معها لاحقا، وبالتالي ستنتقل المعركة إلى ضاحية الحوبان وإلى عقدة المواصلات في دولة الراهقة أو الحوبان الراهقة، وإن شاء الله سيتم تأمين هذه المناطق كليا، وستنتقل المعركة إلى الحوبان بالسيطرة على هذه المناطق. شكرا لك المتحدث باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، كنت معنا عبر الهاتف.